ولإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد العالمي وأسواق السلع ينضم إلينا عبر تيمز من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي. أهلا بك معنا سيد رائد. أهلا محمد. هلا سيد رائد. نبدأ بالأسواق الأمريكية التي تلقى دعما كبيرا من نتائج الشركات من جهة، ومن جهة أخرى تتعرض لضغوط كبيرة من الصراع السياسي قبل الانتخابات الرئاسية. كيف برأيك ترى المشهد؟ يعني حقيقة حتى الآن الأسواق تحقق مزيد من الارتفاعات مدعومة بالأداء الإيجابي للشركات والإيرادات الشركات حتى الآن التي تم الإعلان عنها، أعتقد هي كانت محرك رئيسي للأسواق بالاتجاه الصاعد. في نفس الوقت نحن عندنا إيجابيات متأتية من بداية العام، ونحن عم نشوف ارتفاع واضح في أداء المؤشرات الأمريكية والأسهم الأمريكية، وكأنه هي الملاذ الأول بالنسبة للمستثمرين وعبر ذلك عن رغبتهم بالمخاطرة. في نفس الوقت المخاوف من أنه نحن وصلنا إلى قمة مرتفعة جدا، ويجب أن يكون هناك مخاوف سياسية مرتبطة بالانتخابات الأمريكية والتغير في المشهد الذي قد ينعكس، أعتقد يقلل من سقف الارتفاعات التي قد نشهدها خلال الفترة القادمة، ويميل بالمستثمر ربما إلى ملاذات آمنة بشكل أكبر. ولكن نحن عم نشوف أداء اقتصادي إيجابي جيد، إيرادات شركات جيدة، وفي نفس الوقت عم بيكون في عنا أداء الأسهم بارتفاع، فبالتالي ربما تبدأ المخاوف البيعية بالظهور مع ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية في الأسبوع القادم. طيب سيد رائد، نبقى في الولايات المتحدة وتحديدا مع الدولار الذي يواصل ارتفاعه أمام الين واليورو، لماذا في رأيك هذا الارتفاع؟ يعني نحن عم نشوف انخفاض الين وانخفاض اليورو هو المسبب الرئيسي لارتفاعات الدولار الأمريكي، عدا عن ذلك نحن على موعد مع قرار الفيدرالي الأمريكي عقب الانتخابات الأمريكية، ومع موعد مع تقليص جديد في أسعار الفائدة. يعني حتى الآن لا يوجد مبررات حقيقية للفيدرالي أن يقلص أسعار الفائدة بشكل كبير جدا بأكثر من 25 نقطة أساس، وبالتالي ذلك يفسر ربما قوة الدولار الأمريكي أمام اليورو والين، إضافة إلى ضعف الين المتأتي من أنه عنا يعني ضعف بالقرار السياسي سيكون في الفترة القادمة نتيجة عدم فوز الحزب. ولكن سيد رائد، عفوا، نحن نلاحظ شيئا فريدا في الاقتصاد وهو عكس ما تعلمناه في الاقتصاد، وهو ارتفاع الأسهم والذهب والدولار كلها مع بعض. كيف تفسر ذلك؟ حقيقة تماما هي حالة فريدة ولكنها مؤقتة، تعبر عن التوازن القلق نسبيا، لازم يكون في عندي عملية تصحيح قادمة. ولكن الذهب والأسهم الأمريكية والدولار في الآونة الحالية يوجد مقابلها أيضا عندنا اليورو والعملات وسلة العملات الرئيسية وضعف الاقتصاد الصيني ووجود الفرصة الاستثمارية الأفضل الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للمستثمرين سبب ارتفاعات أسواق الأسهم. السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي كنت معنا من دبي عبر تيمز، شكرا جزيلا لك. شكرا محمد.